بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله متوكلين على الله تعليقا على هذا المختصر المبارك العلامة الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله: ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء. قال: ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء. زين. إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. وهذا قيد مهم. من شك في حدث فعليه الوضوء، لأن الشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء عند المالكية خلافا للجمهور. وهذا ذكر لناقض من نواقض الوضوء ليس بحدث ولا سبب. وقد تقدم معنا أن نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام: أسباب وأحداث وما ليس بحدث ولا سبب. فذكر لنا الأحداث والأسباب، وختم بما ليس بحدث ولا سبب، وهما ناقضان: الشك في الحدث والكفر أو الردة بعبارة أدق. فالشك في الحدث من نواقض الوضوء إذا كان الشاك غير موسوس. الشك تقدم معنا تعريفه في مجالس أصول الفقه، وهو استواء طرفي الإدراك عند الإنسان، أو هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، أو تجويز العقل لشيئين من غير ترجيح أحدهما على الآخر، وهكذا. التعريفات كثيرة. المقصود أن الشك واستواء طرفي الإدراك. فإذا توضأ الإنسان وضوءا تيقن منه، ثم عرض له شك في الحدث، شك هل أحدث أم لم يحدث، دخله شك هل خرج منه ريح أم لم يخرج، هل بال أجلكم الله أم لم يبل، وهكذا، شك في الحدث. فالشك الذي يقصده المؤلف رحمه الله هو الشك في الحدث، وليس الشك في الطهارة، وسيأتينا الحديث عن ذلك. الشك في الحدث هو من باب الشك في المانع. هو تطهر ثم عرض له شك في هذا الحدث وهو مانع من موانع الصلاة، ماذا يفعل؟ المشهور في المذهب أن الشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء خلاف للجمهور. وتكاد تكون هذه المسألة من مفردات المذهب، يعني جماهير الفقهاء، عامة الفقهاء، أنه لا ينتقض وضوءه بهذا الشك، ويستدلون بحديث الصحيحين الشهير: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقالوا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه متطهر، والطهارة متيقنة، والحدث مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك،
وقالوا غير هذا مما تجدونه في كتب الفقه المذهبي وكتب الفقه المقارن أيضا. المالكية أجابوا عن هذا بجوابات كثيرة، أجابوا عن هذا بجوابات كثيرة. قالوا الحديث لا دلالة فيه، فالحديث فيه قيود. أولا هو شك في الصلاة، والمالكية لا يطلقون، يقولون ما لم يكن في صلاة، فالشك في الحدث في الصلاة مستثنى عندنا. ثم إن ظاهر الحديث أن المسؤول عنه موسوس، ونحن نستثني الموسوس أي من كثرت وسوسته. قالوا الحديث فيه إشارات إلى أن المسؤول عنه ليس سليما بل مريض بالوسوسة من غير ما وجه في الحديث، بدليل قولهم شكي. والشكوى لا تكون إلا من إنسان قد كثر منه هذا الشيء، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل زيد يخيل. قالوا هذا يؤكد أنه أنه صاحب وسوسة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يتم الاستدلال من كل وجه بالحديث. وأما القاعدة فالمالكية يأخذون بها لكن يحتاطون بها للأصل وهو الصلاة، يحتاطون بها للأصل. فالمالكية يستدلون بنفس القاعدة لكن يردون على الجمهور بأنهم يحتاطون للوسيلة ولا يحتاطون للمقصد. وقال اليقين أن الذمة مشغولة بالصلاة، إذا دخل وقت الصلاة فالذمة مشغولة بيقين، يلزمه أن يؤدي هذه الصلاة وأن يبرئ ذمته بينه وبين مولاه بيقين، وأداؤه الصلاة بطهارة مشكوك فيها لا يحصل به المقصود. هو أدى هذه الصلاة بطهارة مشكوك فيها، فكأنها صارت صلاة مشكوكا في صحتها، واليقين لا يزول ولا يسقط بالشك، فكأنهم قلبوا الدليل واحتاطوا لأمر الصلاة. والقول بأن التطهر يقين لا يسلم به، اليقين أنه تطهر لا أنه ما زال متطهرا، فاستصحاب اليقين هو محل البحث، هو على يقين أنه تطهر وليس على يقين أنه ما زال متطهرا، فهو ليس من باب تعارض اليقين بالشك. وهذا بحث يطول في مسائل الاستصحاب، هذا نوع من التدقيق في مسألة الاستصحاب، فلا يقال هنا يقين قابله شك، بل لو كان يقينا لما عرض له هذا الشك. المهم بقي التردد بين الفقهاء في المسألة. لا شك أن مذهب الجمهور قد يكون أسند ومذهب المالكية أحوط لغير الموسوس، أما من كان موسوسا فإنه يعفى من ذلك ولا ينتقض وضوءه لما له من الخصوصية. فالحاصل أن الشك في الحدث من نواقض الوضوء عند المالكية وليس ناقضا عند الجمهور. وذكرنا لكم شيئا من المناقشة الفقهية في هذا الفرع، هذا الشك في الحدث هو شك في المانع. كذلك من صور النقض بالشك الشك في الطهارة، وهذا ناقض بالإجماع. الشك في الطهارة هو شك هل توضأ أم لم يتوضأ، هو على يقين أنه أحدث كان محدثا، لكن شك هل توضأ أم لم يتوضأ، نقول الأصل أنه لم يتوضأ، فهذا الشك ناقض بالإجماع بلا خلاف بين العلماء، لأن الأصل عدم الطهارة، وكونه شك في الطهارة لا يسير
ذلك حقيقة، كونه شك في فعله للشيء هذا لا يصيره فاعلا له، هذا بالإجماع يلزمه أن يتطهر طهارة صغرى وكبرى بحسب الحال. هذا من الصور. أيضا من الصور المجمع عليها تقريبا، إذا تيقن كلا من الطهارة والحدث لكن شك في السابق منهما، هو على يقين أنه توضأ وعلى يقين أنه خرج منه الريح لكن لا يدري السابق منهما، هذا ناقض عند عامة الفقهاء، ناقض عند الفقهاء. لماذا؟ لأنه لا يدري، ولو مضى على حاله فمن المحتمل أن يكون الحدث قد وقع بعد الطهارة، والواجب الاحتياط للصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك الشك في سبق أحدهما ناقض كذلك عند الفقهاء. هذه أهم المسائل التي يناسب أن تذكر في هذه العجلة. وهذه المسألة، مسألة الشك في الحدث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، تكشف لنا عن تدقيق مهم في القواعد الفقهية. أنا من القواعد الفقهية ما يكون متفقا عليه بين العلماء، لكن مع ذلك يقع الخلاف في تنزيله على محله وجزئيته، فلا يصح الاعتراض على القاعدة الفقهية بأنها قاعدة مجمع عليها، فكيف يقع الخلاف فيها؟ لم يقع الخلاف في القاعدة، قاعدة صحيحة، بل هي من القواعد المتفق عليها، بل يذكر العلماء أنها من القواعد الفقهية الكبرى التي بني عليها الفقه الإسلامي. ويقول ابن أبي أوفى سيأتيكم، وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع وضرر يزال، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع إلى آخره. وذكرها صاحب جمع الجوامع في آخر كتابه، أشار إليها صاحب المراقب بقوله قد أسس الفقه على دفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ودافع رافع القاطع بالشك، وأن يحكم العرف، وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. ادعاء أن الفروع كلها ترجع إلى هذه القواعد مباشرة لا يسلم من التكلف كما نبه عليه عدد من المحققين، لكن قد ترجع تلك الفروع إلى هذه القواعد بواسطة قواعد فقهية صغرى أخرى. فهذا مهم، تتنبه أيها الطالب إلى أن الاتفاق على القاعدة لا يعني الاتفاق على تنزيلها في جميع محلها وجزئياتها. قال إلا الموسوس، من كانت به وسوسة، وأصل الوسوسة في اللغة العربية الصوت الخفي، كما قال الأعشى في معلقاته الشهيرة: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استغاث بريح عشرق زجل. تسمع للحلي وسواسا أي صوتا خفيا، ولاميته من أرفع الشعر وأروعه، ودع هريرة إلى آخره. ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، من أحسن اللاميات في شعر العرب، ولذلك ألحقها عدد من أئمة الأدب والشعر والعربية بالمعلقات. ويقول تسمع للحلي وسواسا أي صوتا خفيا. ما هي الوسوسة عند الفقهاء في اصطلاح الشارع؟ هي كثرة الهواجس والخواطر التي تخطر على قلب المكلف، خطورها أحيانا لا يعد مرضا، لكن كثرة خطور تلك الهواجس والشكوك هذا نوع من الأمراض التي نسأل الله تعالى يعافينا وإياكم منها وجميع المسلمين والعالمين، فوداء عياء داء الوسوسة.
ومن أعظم ما يعالج به بعد الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى الإعراض، الإعراض وعدم المبالاة، هذا هو، وهو شفاء نافع ناجع، لكن قل من يمتثله لعسره على نفس الموسوس، يعسر عليه أن يعرض. لكن هناك مسالك في هذا الإعراض تتعلم، يتعلمها الإنسان، يتعلم كيف يعرض عن الوسواس، وكيف يشغل نفسه، وكيف يشغل عقله وذهنه وفكره بما ينفعه في أمر الدين أو الدنيا. يقول بعض شيوخنا طال الله بقاءه: وداوي بالإعراض كل وسوسة تهدم جميع من لعين أسسه. داوي بالإعراض كما قال صلى الله عليه وسلم: ولينتهي وليمسك ولا يتابع الشيطان في وسوسته. والوسوسة من علامات الإيمان، من علامات الإيمان، فلا ينبغي لمن ابتلي بهذا أن يقنط من رحمة الله جل جلاله. الصحابة، بعض من الصحابة وقع له هذا، وقعت لهم وساوس وتعاظمت في نفوسهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، وإلا فماذا يفعل الشيطان بالقلب الخرب ويعرض لأهل الإيمان وأهل العرفان حتى يشوش عليهم إيمانهم ويقينهم. لكن سرعان ما ينكشف ذلك بإذن الله، بالتوكل على الله والإكثار من ذكر الله والالتجاء إلى الله عز وجل والمواظبة على الفرائض وإتقان الفرائض، الصلوات الخمس وأذكار الصباح والمساء والإكثار من الذكر من جميع ألوانه، خاصة الحوقلة فإنها من المجربات في الوسوسة. الإكثار من الحوقلة لما فيها من التبري من الحول والقوة، فيها من الاستسلام كما في الحديث: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله استسلم عبدي، سلم لمولاه سبحانه وتعالى. وهذا مؤذن بالشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. مع الإعراض، مع الدواء العملي والعلمي وهو الإعراض وعدم المبالاة: وداوي بالإعراض كل وسوسة تهدم جميعا من لعين أسسه. زيد: ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي. وقبل ذلك من أهم النواقض التي ليست بحدث ولا سبب: الردة. والردة لها تعريف كثيرة، لكن من أسهلها قولهم: كفر المسلم، كفر المسلم، خروج المسلم عن دائرة الإسلام بموجب من موجبات الردة. وفسروا الردة كفر المسلمين، هذا هو، والعياذ بالله. وهي من محبطات الأعمال. الله تعالى يقول: قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه آية شديدة وعظيمة، حتى تعلموا عظمة جناب التوحيد وخطورة الشرك. فقد خطب سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمثل هذا الخطاب الشديد في شأن الشرك، مع أنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم، هو معصوم منه بالإجماع بلا خلاف. رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك إجماعا. هناك أشياء لم يختلف فيها العلماء أن الأنبياء معصومون منها، كالشرك مثلا، وككبائر الذنوب، وكصغائر الخسة التي لها حكم الكبائر، وكبعض الذنوب بعينها وهي من الكبائر، كالخيانة مثلا بالإجماع معصومون منها، خيانة الرسالة التي كلف، هذا بالإجماع بلا خلاف.
فما تقع عليه العصمة اتفاقا أربعة بالإجماع، واحدة فيها الخلاف، السبعة فيها الخلاف، والصحيح أنهم معصومون منها، وكل ما يوهم غير ذلك فمتأول، كما قال المقري رحمه الله: أولا بلائق مشتبها، كما أتى في يوسف هم بها، وكون والد الوراقة أكلا، وما سوى ذلك مما أشكل. كل دليل عليه جوابات، وهو ما انتصر له شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. آمن دليل الله عليه جوابات، لأن الله تعالى جعلهم أسوة وقدوة، ولو جاز عليهم العصيان لكانوا أسوة وقدوة فيما عصوا فيه، وهذا خلف لا تأتي به الشريعة. ما يوهم غير هذا فله تفسيره وتأويله الذي نذكره في محله. قد قال صاحب المراقي: والأنبياء عصموا مما نهوا عنه، ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرفيع. فالحاصل أنهم معصومون من الشرك اتفاقا لا خلاف، لا يتصور الشرك من نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، فكيف بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك خطب بمثل هذا الخطاب تعظيما للجناب، لجناب التوحيد، وتنبيها على خطورة الإشراك بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أي شيء كبير يعني، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم من هذا. لكن كما يقول العلماء وأهل العرفان، الآية هذه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خوطب بمثل هذا، فكيف بغيره من أولئك المشركين والوثنيين الذين أشركوا مع الله غيره وعبدوا غيره وتقربوا بالآلهة إلى الله، بل عبدوها من دون الله. فالشاهد ها هنا هو قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، والوضوء عمل، فيكون حبوطه بسبب هذا الكفر والشرك. وكذلك الآية الأخرى في قوله سبحانه وتعالى: من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبعض الأئمة لم يسلم الاستدلال بهذه الآية، قال لك لأنها قيدتها باش بالموت على الكفر، من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. لكن التحقيق كما نبه على ذلك الإمام القرافي رحمه الله أن في الآيات لفا ونشرا مرتبا، وهذا جمعا بين الأدلة حتى نحمل الأدلة الشرعية بعضها على بعض. الآية الأخرى جاءت مطلقة: لئن أشركت لا يحبطن، لم تقيدها بالموت على الشرك والكفر. فالآية الأخرى: من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القرافي هذا من دقة نظره في الوحي الشريف، قال لك من باب اللف والنشر المرتب: من يرتدد منكم عن دينه قد حبط عمله في الدنيا فيموت هو من يرتدد منكم عن دينه فيموت هو كافر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لف ونشر مرتب: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أشرك فقد حبط عمله، ومن مات على ذلك استوجب الخلود في النار. وهذا واضح وهذا كثير، اللف والنشر موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. زين، هذا وعلى كل حال الناقضان الشهيران مما ليس بحدث ولا سبب. زين قال: ويجب غسل الذكر كله من المذي. هذه تتمات وتنبيهات. المعهود في النجاسة أن يغسل محلها، والمذي نجاسة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتب أوسع الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. فالمذي نجس بلا خلاف،
بلا خلاف. والأصل في النجاسة إذا كانت في المحل أن يغسل محلها لا أن يغسل الموضع كله سواء الذي أصابته النجاسة أم لم تصبه. فالأصل في غسل المذي أن يغسل محل الخروج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك وتوضأ، وأخذ المالكية بظاهر الحديث فيغسل المحل والذكر كله والذكر كله. ولذلك بعضهم يقيدوا بنية للتعبد، قال لك ما ناش عارفين، وبعضهم قال لعله لإبراد الشهوة، وقيل غير هذا، قيل بل اغسل ذكرك أي اغسل محل خروج النجاسة، وليس مخاطبا بأن يغسل ذكره كله. كل ذلك قد قيل وتجدونه في كتب الحديث والفقه. احنا المشهور أن يغسل محل النجاسة ويغسل الذكر كله زين، ولا يغسل الأنثيين. الأنثيين والأنثيان الخشيتان لا يغسلان لعدم ورود الدليل فيهما زين. والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى، هو الماء الخارج الذي يكون عند الشهوة الصغرى، والشهوة الصغرى تكون عند التلذذ أو عند التفكر أو النظر أو الملامسة وهكذا. فالذي يكون عند الشهوة الصغرى هو المذي، هو المذي. والمذي أبيض رقيق جاري عند الملاعبة والتذكار، قال ناظم الرسالة، هذا هو المذي، ماء أبيض أو شفاف، ماء رقيق لزج شفاف يخرج عند الملاعبة والتذكر عادة زيد، بتفكر أو نظر أو غيره. نعم. فصل في موانع الحديث. وأما الودي فقد تكلمنا عنه، الودي وغليظ ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول عادة صح. أما المني فهو ماء خافر يخرج بدفق عند اللذة الكبرى عادة. أما المني فهو ماء دافق اللذة الكبرى ببطء مارق. أما المذي والودي فمنهما الوضوء انقضان الوضوء، وأما المني فمنه الغسل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وسيأتينا في مسائل الغسل زين. فصل في موانع الحدث الأصغر. نعم. فصل في موانع الحدث الأصغر، في موانع الحدث أي فيما يمنع منه الحدث الأصغر. الموانع قد يفهم منها الفاعلية، معنى الفاعلية، وقد يفهم منها معنى المفعولية. موانع الحدث الأصغر هي تمنع الحدث الأصغر، لا، الحدث الأصغر يمنع منها، فهي ممنوعة بسبب الحدث الأصغر من باب إضافة المسبب إلى سببه، من باب إضافة المسبب إلى سببه. فهذه صارت موانع أي ممنوعة، الموانع هي النواقض، هي الموانع في الأصل، واضح. لكن موانع الحدث الأصغر أي ما يمنع منه الحدث الأصغر، ولا مجاز وتتسع له اللغة على كل حال، أي ما يمنع منه الحدث الأصغر زين. لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف. صلاة ولا طواف، فالحدث الأصغر يمنع من الصلاة إجماعا، قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا لا خلاف. ثانيا طواف عند جماهير الفقهاء، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في البخاري، وقد جاءت وبها الحيض فلم تطف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة بسبب حيضتها، فقال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي الحديث الآخر عند أصحاب السنن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أذن لكم أن بالنطق فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، فجعله صلاة، هذا عند عامة الفقهاء، هذا في مقام التدريس سنقول هذا الكلام. الفتوى لها سياق آخر، لابد أن يفرق الطالب بين مقام تدريس الأحكام ومقام إفتاء الأنام. مقام تدريس الأحكام تبين فيه الأحكام الشرعية،
سواء من خلال تدريس مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة أو من خلال تفسير آيات الأحكام أو شرح أحاديث الأحكام، فهذا مقام بيان للأحكام، مقام تدريس الأحكام غير مقام الإفتاء. فلا بد أن نفرق بين تدريس الأحكام وإفتاء الأنام. إفتاء الأنام مقام فتوى، والفتوى تنزيل ذلك الحكم على الواقعة لا على جهة الإلزام. علاش يقولوا لا على جهة الإلزام؟ حتى يخرج بذلك القضاء. والفرق بين الفتوى والقضاء هو الإلزام وعدمه. المفتي لا يلزم، وهذه أبجديات الفقه الإسلامي التي تغيب عن بعض المتكلمين في الشريعة في هذه السنوات المتأخرة. تجد بعض الناس يقول رأيان ويلزم أتباعه به، هذا من العجب بمكان. الفتوى المفتي لا يلزم الناس، المفتي يبين الأحكام بتنزيلها على الواقع. يجي يسأله عن حاله وعن ما وقع له فيستفسر منه المفتي حتى يلم بملابسات الواقع، ثم يبين له حكمه الخاص، يبين له الحكم من غير إلزام. أما القاضي فهو الذي يلزم بالفتوى وينفذها. فالفتوى هي الإخبار بالحكم لا على جهة الإخبار بالحكم في الواقعة والنازلة، والمناط العام وغير المناط الخاص. أنا نقول لك هذا هو المعتمد ومذهب الجمهور، لكن قد يعرض للمفتي أن تأتيه امرأة جاهلة تعلمت من أحكام الحج ما تيسر لها، ثم ضاق بها الحال وطافت على غير طهارة، وتلك حجتها الوحيدة، وقد يتعذر عليها الرجوع أصلا إلى بيت الله الحرام. هنا الفقيه قد ينظر في حالها، وقد يجد لها في مذاهب الفقهاء ما يخفف عنها، لأن المسألة اجتهادية وتحتمل الاستحباب، ولعل ذلك تعظيما للبيت وليس من باب الشرطية، تشبيه الطواف بالصلاة لتعظيم شأن الطواف. هناك نظر فقهي في هذا واضح. فلا بد من التفريق بين مقام تدريس الأحكام ومقام إفتاء الأنام. والفتوى صناعة لها أهلها. علاش اللي راهو تعبان واحد يستأذنني يتكئ، اللي تعبان ولا ظهره يضره يتكئ، معليش لا حرج عليه إن شاء الله. زيد. ولا مس نسخة القرآن العظيم. ولا مس القرآن العظيم. لقوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون على أحد التأويلين. قيل هو اللوح محفوظ والمطهرون الملائكة، وقيل القرآن الكريم، وهو إخبار بمعنى الإنشاء. ولا يمسه إلا المطهرون، فلا يمسه إلا المطهر، نهي أن يمسه غيره طاهر مطهر. على كل حال الآية فيها بحث طويل، لكن عندنا حديث شهير، وإن وقع الخلاف بين المفسرين في الآية، فيها أخذ ورد، مطهرون متطهرون، الدلالة اللغوية والمتطهر، فرق بين المتطهر والمطهر، والمطهرون هم الملائكة، وذكر النظائر في هذا. المهم تجدونه في كتب التفسير، لكن عندك حديث وهو كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والحديث رواه مالك في الموطأ والدارقطني وابن أبي داود في المصاحف والدارمي مرسلا. حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أتاهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث تلقاه الأئمة بالقبول على إرساله، مع أنه حديث مرسل، وصححه أحمد، الإمام أحمد رحمه الله. المهم حديث تلقاه أئمة الإسلام بالقبول، وذلك هو أصح عندهم من بعض الآحاد التي اتصلت، كما نبه على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره.
المرسل معلوم الخلاف فيه بين العلماء، وقد كان عند الأوائل في جملة المقبول، وذلك استدل به مالك ويستدل به أبو حنيفة وهكذا، وحتى الإمام أحمد استدل بالمراسيل، والشافعي كان يستدل بالمراسيل لكن على تفصيل عنده، فهو يقبل المرسل بشروط. يقول العلماء ما زال الناس، ما زال السلف يقبلون المراسيل ويستدلون بها حتى تكلم في المرسل الإمام أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة. المهم الخلاف في الاحتجاج بالمرسل مشهور، احتج مالك به وأحمد كذا أبو حنيفة المؤيد، وجماهير النقاد من أهل الحديث على رد المرسل، على رد المرسل للجهل بالساقط. أنا أحدثكم على أساس أنكم تعرفون المرسل، المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من أمثلته أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أدرك الصحابة، ما أدركه التابعي مطلقا أو الكبير على خلاف، مرفوع تابعين على المشهورين، مرسل نقيده بالكبير على الخلاف كما قال العراقي رحمه الله. فالمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الأئمة فيه، كثير من الفقهاء قبله، قال لك التابعي عادة لا يروي إلا عن الصحابي، وأحيانا ينشط التابعي فيسند، وأحيانا يفطر فيرسل، هو يريد أن يذكر الحديث فلا يسنده ولا يذكره مسندا. وزنتك تقول تابعي ثقة، هو البحث في التابعي الثقة، وليس من شأن الثقة أن يسقط ضعيفا، فما دام قد أسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب أن الذي أسقطه هو الصحابي. واستدلوا بأدلة كثيرة، وقال لك أنتم تقبلون مراسيل الصحابة، يعني الصحابي حين يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه جمهور المحدثين على قبوله، قال لك لأنه في الغالب يروي عن ومرسلوا الأصحاب يقول متصلوا إذ غالبا عن الصحابي يحصلوا، قال طلعت لنا، قال لك هذا منه تابعي جليل ثقة، هذا أيضا قد يقال فيه من شأنه لا يروي إلا عن الصحابة. وبقي التردد على هذا جوابات، هو لأنه يبقى الاحتمال أنه قد يروي عن الصحابة، لكن في كثير من الأحيان قد يروي عن التابعين، والتابعون فيهم الثقة وفيهم غير الثقة، وقد يروي عن من يظنه ثقة وهو في الحقيقة غير ثقة. لكن باب الاحتياط جماهير النقاد قال لك المرسل لا يقبل. قل العراقي رحمه الله تعالى وهو يذكر لنا الخلاف في المرسل، نسيت الحراس الأبيات لم أذكر، أرده جماهير النقادي للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصلا، واحتج مالك، يقول هو واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهير النقادي للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصلا. التحقيق والله تبارك وتعالى أعلم في المرسل أنه قد يقبل بشروط، قد يقبل بشروط كأن تحتف به القرائن التي تقتضي صحته، هذا مما احتفت به القرائن، بل وصله الإمام الدارمي رحمه الله وصححه عدد من الأئمة وتلقوه بالقبول، يكاد يكون إجماعا وإن لم يكن إجماعا على المسألة، لكن في الجملة يكاد يكون إجماع على قبول هذا الحديث من الفقهاء. فقالوا بمقتضى لا يمس القرآن إلا طاهر، ومالك رحمه الله شدد في مسألة المس، فلم يكتفي بمنع المس المباشر ولو بوسادة أو علاقة أو شيء،
لأن المدار عنده على توقير المصحف وتعظيمه، كما نبه على ذلك الإمام بن بطال رحمه الله المالكي الشهير صاحب شرح البخاري. مالك المدار عنده على توقير المصحف، يعني واحد مش طهر لا يباشره ولا يحمله ولا يحمله ولو بواسطة، فالمدار عنده على توقير المصحف وتعظيمه. زين. ولا جلدها. عاود. ولا جلدها. ليه قبلها؟ ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها. نسخة القرآن ولا جلدها، يعني الجلد المحيط به كما ذكرنا، لأنه في حكم المصحف. زين. لا بيده ولا بعود ونحوه. بعود أو مخصرة ونحو ذلك، ولو بوسادة كما ذكر الشيخ خليل وغير ذلك مما قد يكون وسيلة، كل ذلك تعظيما للقرآن وتشريفا له. زين. إلا الجزء منها المتعلم فيه. إلا الجزء منها المتعلم فيه، إلا الجزء من نسخة المصحف، ليس القرآن كامل لكن جزء منه يتعلم فيه، هذا رخص فيه فقهاء المالكية من أجل التعلم، أولا ما يكونش مصحفا كاملا ويكون من أجل التعلم، كألواح القرآن التي تكتب فيه الآيات، وكذلك بعض الأجزاء لأنها ليست القرآن كاملا، فهو كأنه عدول عن الوقوع في ظاهر النهي، هذا بعض المصحف ولأنه يحتاج إليه، وإن كان الذي حكاه ابن بشير وغيره أنه يجوز مس القرآن مطلقا في مقام التعلم والتعليم إذا عسر الانفكاك لمسيس الحاجة، خاصة للصغير، خاصة الصغير، فلو كلف في كل مرة أن يتوضأ فهذا فيه ما فيه من الحرج. زيد. ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء. لوحي أيوه. ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء. زيد. إلا لمتعلم فيه. هو حب يقول لك المدار ليس على المصحفية ولكن على القرآن، على القرآنية، لفظ الحديث ألا يمس القرآن، فالمدار على القرآنية وليس على المصحفية، وإن كان بعض القرآن قد يكون أخف لأنه ليس القرآن كاملا، ولأن اللفظ إذا أطلق انصرف إلى فرده الكامل، الفقهاء وهم يدققون مثل هذه التدقيقات يستحضرون جملة من القواعد الكلية تتعلق باللغة العربية وبأصول الفقه وهكذا، وذلك الجاهل بذلك قد لا يتفطن إلى مآخر الأحكام، يقول علاش هم يدقوا هكذا، لكن إذا دققت النظر أنه لا يمس القرآن، قل لماذا وسعوا شيئا ما في جزء القرآن، قال لك القرآن لا يمس القرآن، والظاهر أنه هو يتناول على جهة الحقيقة القرآن كله، أما بعض القرآن يكون يتناوله على جهة المجاز من باب إطلاق كل وإرادة الجزء، أو من باب ما صدق أنه يصدق عليه أنه قرآن، واضح، وهكذا، فلأيما يدققون مثل هذه التدقيقات، فورد أن يقول لك أن الأصل هو منع مس القرآن سواء كان مصحفا شريفا أم بعض القرآن، هذا الأصل فيه المنع، ورخص في ذلك للمتعلم والمعلم إن احتاج إلى ذلك. زين. أو معلم يصححه. واضح. زين. والصبي في مس القرآن كالكبير. الصبي كالكبير في هذا، وإن كان حكم الصبي أخف. زين. والإثم على مناوله له. والصبي هنا الفرع الذي يريده هو الصبي مثل الكبير في تحريم المس عليه في غير تعلم، يعني حب يقول لك بأن هذه المسألة ليست من المسائل التكليفية فقط، بل فيها جانب وضعي، الجانب التكليفي أن يخاطب به كل مسلم في الجملة، الجانب الوضعي أنه تعظيما لشأن المصحف حتى ولو كان الصبي غير مكلف، لكن هنا يمنع من أن يفعل شيئا ينافي حرمة المصحف، فقال لك هنا الصغير كالكبير، لكن فإن قلت إن الصبي غير مكلف ولا تكتب عليه الآثام فمن الذي يتحمل إثم؟ قال لك والإثم على مناوله الذي جرأه ولم يمنعه ولم يربيه ولم يعلمه وهكذا. للحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. هل يمكنك ان تكون هناك
كاين بشارة عظيمة بناولكم إن شاء الله أحد إخواننا الصينيين دخل في الإسلام. إن شاء الله هو كان يريد أن يشهر إسلامه الآن، فأنا قلت له إن شاء الله يصبر شوي حتى يمتلئ المسجد إن شاء الله ويشهر إسلامه في ختام المسجد إن شاء الله. زيد قول. قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. نعم، قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر. من صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. هذا من المواضع التي تحتاج إلى تقييد. إما من جهة المعنى أو من جهة اللفظ. ظاهر كلامه أن كل من صلى صلاة بغير وضوء متعمدا فهو كافر، لكن التعمد على مراتب. التعمد الذي يكفر به صاحبه في مثل هذا الفرع إذا فعل ذلك على جهة الاستحلال مثلا مستحلا الصلاة من غير طهر فهو كافر بالإجماع، أو على جهة الاستهزاء أو التهاون بشأن الصلاة فهو كافر والعياذ بالله، لأنه مستهزئ بشعائر الله. لكن هناك من الصور ما يقع فيها الانفكاك، يكون متعمدا جاهلا، متعمدا متأولا، متعمدا أصابه الحياء. ومن صور ذلك المعروفة في كتب الفقه كأن يكون الإمام في الصلاة فيحدث، وواجبه شنو؟ أن يستخلف، يخرج فيصلوا فرادى أو يستخلف غيره. فهو ربما لجهله، يكون جاهل هنا، ومع ما يقترن بذلك من الحياء يقول خلاص ما شاء الله على نيتهم وأنا نكمل خلاص. وهذا يصح عند بعض الفقهاء، عند كثير من الفقهاء
بطلت تصح صلاتهم، هو صلاته بطلت بالإجماع، لكن هل تبطل صلاة من خلفه ببطلان صلاته؟ هذا فيه الخلاف. كثير من الفقهاء يرى بطلان صلاتهم ببطلان الصلاة، وبعض الفقهاء يصحح صلاة من صلى خلفه ما داموا جاهلين غير عالمين. وهل يخبرهم أم لا يخبرهم؟ نقاشات يعني. هذا لو وقعت له هذا دخلنا في مشكلة كبيرة. وقعت مرة الواحد استفتاني، قلت له والله هذه فيها كلام طويل والقطع فيها عسير، وش تقول لهم؟ تحاول تقول لهم يا جماعة شوفوا واحد النهار كذا وكذا، ومن باب الاحتياط يقول لهم، قال شوفوا اللي صلى معنا ذاك النهار يعاودوا خلاص وانا على بالي عليه. المهم الشاهد هنا انا وش حبيت نقول، ان التعمد لا يلازم الانتهاك او الاستهزاء او احتقار الصلاة، قد يكون مع الجهل مثلا، يجهل الاحكام او مع الحياء. هنا وهذا يحتاج الى تقييد. هنا من صلى صلاة بغير طهارة متعمدا، اي يعني مستحلا هذا العمل، بمعنى معتقدا حلية ذلك مع علمه بالنصوص، مع علمه بأحكام الإسلام، فهذا استحل ما حرم الله، أو مستهزئا أو محتقرا، فهذا الذي يكون كافرا وخارجا من الملة. أما إذا كان على جهة الجهل أو حياء أو كذا فتبطل صلاته، فتبطل صلاته بلا خلاف. زين. فصل في موجبات الغسل. على نكتفي بهذا، نجيب عن بعض الأسئلة. كم بقي الإقامة؟ سبع دقائق. أيوة. بسم الله. ويقول لي من أحسن الله إليكم أمين وإياكم، في قوله من شك في حدث هل يفهم أن من ظن أو وهم في الحدث غير مقصود حق؟ نعم بلا شك، الفقهاء عبارتهم دقيقة، المدار على الشك. أما إلى غلب على ظنه بأن كان ظنا أن انتقض وضوءه، لأن الظن معمول به في الشرعيات، إذا غلب على ظنه ونحن هنا ينتقض وضوءه على الصحيح. قد يجري فيه الخلاف في مسألة تعارض الأصل والغالب. الأصل أنه طاهر، لأنه تطهر بيقين ثم يستصحب هذا الأصل، والغالب على ظنه أنه أحدث. والأصل والغالب وإن تعارضا فقدم الغالب وهو المرتضى، هذا هو الصحيح. وأما الوهم فهو دون ذلك لا عبرة به، الوهم في الشرعيات ملغا، الوهم في الشرعيات ملغا، إلا في جزئيات يسيرة كنا قد أشرنا إليها في درس أصول الفقه، كتوهم الحصول على الماء في التيمم، يروح يبحث عنه لعله يجده وهكذا. هل يمكن حمل حكم عدم مس نسخة من القرآن على قراءة القرآن من الهاتف؟ لا، لا يصح القياس، لأن الهاتف ليس مصحفا وليس قرآنا. الهاتف يحمل سطورا هي سطور القرآن، ولكن فهو لا يأخذ حكم المصحف، لأن الهاتف يحمل المصحف وغيره مما هو أكثر منه بكثير من المعلومات والبيانات. فالمصحف يكون تطبيقا من التطبيقات، فالهاتف لا يصدق عليه أنه مصحف، واضح، فيجوز حمله من غير طهارة. لكن من كان يقرأ القرآن من مصحف الهاتف، هذا تجوزا من مصحف الذي يظهر في الهاتف تلك الصورة، فعليه أن يتحرز إذا كان غير طاهر أن لا يمس الآيات بيده، لأنه قلنا لأن التعليل بالقرآنية، هذه قرآن، هذه سطور قرآن، إذا ما كانش على طهارة يجوز يقرأ، لكن لا يمس بإصبعه تلك السطور، يدير الصفحة من بعيد من تحت وهكذا. الله يبارك فينا وفيكم. هذا خلاص. أسئلة قديمة من ستاش، لكن هي في كيس لابد أن بدلها من الفرز. قال الكتب التي نعتمد عليها في التحضير للدرس المختصر، والله يشوف شوف شرح متوسط، الشروح كثيرة، شروح مختصر الأخضر كثيرة،
صالح بن عبد السميع الآبي جيد لمن أراد شيئا مختصرا يسيرا. كذلك ذكر لي شرح الشيخ النابغة الغلاوي، نابغة ابن عمر الغلاوي جيد، شرح الشيخ مختار مؤمن نافع جدا، كان فيه شيء من البسط. شوف أنت شرح الفوتي هذا قديما، إحنا زمان كنا نقرأه قديما، هذا نسيت عنوانه، أظن حل المسائل أو كذا، أو المسائل في حل مختصر الأخضرية بالدلائل، هذا أحد علماء أظن الصومال أو مالي أحد علماء مالي الفوتي. المهم شوف شرح أنت متوسط ولا مختصر، هو الذي تحضر الدرس منه وتحشي عليه الزيادات. الورقات كذلك شروح كثيرة، من أشهرها شرح المحلي بحاشية الدمياطي، وإحنا المعتمد عندنا هو الحطاب، شرح الحطاب، لك أن تكتفي بشرح الحطاب، قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، وتحشي عليها ما يحتاج إلى تحشية والزيادة. أيوة. هذا خلاص أنا ذكرناه، كم بقي النقط؟ ثلاث آمال. خلاص، ما حكم تدريس متون المذهب المالكي وترجيح غيره في كثير من المسائل؟ هذا إن شاء الله نجيب عليه في الدرس القادم إن شاء الله. قل له الأخ يجي إن شاء الله تعالى. أعطيهم وقف، قل له يجي وقف. السلام عليكم، مرحبا، أعطيه الميكروفون. قال خلاص خليه يقول. You can say after me. هذا أخونا ال. What's your name? My name is Jin Jianguo. Jin Jianguo. مرحبا وأهلا. هذا أخونا من الصين. شرفنا في مسجدنا وقد هداه الله تبارك وتعالى للإسلام. سأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على ذلك، وجاء ليشهر إسلامه في مسجدنا المبارك بين إخواننا المباركين إن شاء الله تبارك وتعالى، فنلقنه الشهادة بإذن الله وحوله وقوته، وهو قد قالها وقد دخل في الإسلام لكنه يريد أن يشهرها. You can say after me. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبير الله. تكبير الله. تكبير الله. اللي حاب يسلم عليه بعد الصلاة ماذا بينا تسلموا عليه إن شاء الله، لكي تهنئوه بهذا. جزاكم الله خير.